طبعا الفيروس المتحور تحت الدراسة ونتابع باهتمام، والحمد لله القيادة حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور. طبعا مبدئيا هو لا قدر الله أصيب في أحد ليس أسوأ أو مشابه لحالة من يصاب بالفيروس المتعارف عليه، حسب كذلك الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، فهذه كلها أشياء مبشرة بخير، ولكن نريد هل هو أسرع انتشارا أو لا، وهذا تحت دراسة ويقيم حاليا. شكرا.